الوطنية نيوز، الواقع من المواقع. مرحبا بقناة الوطنية، عندنا في طمزة، طمزة المسماة العزار. مرحبا بكم في محل صنع الحلويات الحلية زلابية بصبغة عصرية شوية، عطيناها شوية طابع عصر شوية، زدنا فيها شوية لمسات، زدنا فيها شوية مكسرات، زدنا فيها شوية أذواق، زدنا فيها، ولهذا عادت مقصودة، يعني الناس كامل يجيونا. بعثناها حتى في الجالية، الجالية في الخارج عادوا يدوموندوها. بلدية 21 بلدية تصب عندنا، كان حتى الولايات المجاورة راهم يقصدونها ونرحبوا بهم. حنا نحرصوا على شروط النظافة، حنا نركزوا على نظافة المحل ونظافة يعني المنتوج نتاعنا. مقصودين بزاف خلاص، خاصة الوقت نتاع ما بين بعد العصر. حنا ماذا بينا يرضوا علينا الناس كامل، ماذا بينا الناس اللي يجي ماذا بينا تدي زلابية. الزلابية تاع طمزة، الزلابية ما شاء الله ربي يبارك. خبرتي مع الطبيعة تخليني ننصحكم، جربوا هيمو براو، مرهم طبيعي يقضي على البواسر. هيمو براو، كاع نبراو. وطنية نيوز، الواقع من المواقع.